2024 يصل للأمطار الأخيرة، ربما يكون العنوان الأدق لمواجهات دور الثمانية في أمم أوروبا، البطولة التي حملت كل ألوان الإثارة، بطولة لم تخلو من المفاجآت وحفلت بالعديد من المباريات. تنطلق مواجهات الثمانية الكبار اليوم بلقاء القمة الأول. في السابعة مساء تنطلق مواجهة هي الأقوى بين إسبانيا وألمانيا، مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. في دور 16 فازت ألمانيا على الدنمارك وسحقت أسبانيا منتخب جورجيا. المنتخبان كانا أقرب المرشحين لللقب، لكن القرعة أوقعت أسبانيا وألمانيا وجها لوجه. واحد منهما سيودع بعد قليل قبل أن تبدأ المواجهة الثانية. في العاشرة مساء تنطلق مباراة البرتغال وفرنسا. في لقاءات دور 16 عبرت البرتغال بصعوبة عقبة سلوفينيا، بينما نجحت فرنسا في إقصاء بلجيكا. مباراة البرتغال وفرنسا يتصدرها مواجهة كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، هو العنوان الأبرز للقاء. المواجهة الثالثة ستجمع بين إنجلترا وسويسرا، مواجهة تقام غدا السبت. الكفة تميل لصالح المنتخب الإنجليزي الذي أطاح بمنتخب سلوفاكيا، فيما يؤمن المنتخب السويسري بحظوظه بعد أن حقق كبرى المفاجآت بالفوز على إيطاليا في دور 16، وما زالت الأحلام ممكنة. آخر مواجهات الثمانية الكبار ستجمع بين هولندا وتركيا. الطواحين الهولندية عبرت بسهولة بعد الفوز على رومانيا بثلاثية، بينما عاشت تركيا دراما خيالية في دور 16 بعد أن فازت على النمسا في لقاء مثير. والكل في انتظار نتائج مواجهات الثمانية الكبار.